ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ جيت لكم بفيديو جديد وفلوج جديد عن يومي مع صحابي ويومي العادي يعني وكده. بقى بصوا، لسه صاحي والله، بس شعري كويس، بس انا اوريكم البس ايه وهناكل ايه، نفطر ايه، وبعد كده هنزل واوريكم يومي اللي بيحصل فيه دلوقتي. يا جدعان هم نايمين، بس انا هدخل الصحيان عشان ننزل نصور بقى وكده. تعالوا معايا. اسو يا ابني، قوم يلا عشان ننزل نصور يا ابني. اوه مش قادر. بص بصور اهو. مش قادر. قوم بس، قوم يلا اغسل وشك. دوحة يلا قوم عشان ننزل نصور. يلا دلوقتي يا جدعان هم صحيوا اهو، وهنغير بقى وبتاع وننزل نشرب. دلوقتي يا شباب انا هفطر، تمام؟ بصوا هفطر ايه؟ تعال، فنجان سقعه يعني، وبطاطس صوابع بالكاتشب، وفول بالبيض، ويا جدعان المخلل اهو، والريد بول. وهناكل بقى مع بعضينا. نبدأ بالمسقعة. تعالوا كلوا معايا. لعيب دلوقتي صحيت وبتغير جوه. انا هاكل وهم اغير واريكم انا هلبس ايه وارجع لكم. دلوقتي يا شباب انا غيرت طمية يعني وكده، بس بصوا شعري بايظ. ادخل اعمله وارجع لكم، والفلوج ده هيبقى موت 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 موت. دلوقتي يا شباب عملت شعري، غسلته بالشامبو اهو. بصوا كل اللي هيتعمل اهو يا جدعان، وانا غيرت تمام، وهننزل دلوقتي كلنا عشان نعمل بلوك. يوسف ممدوح اهو. ايه يا انا لسه صاحيين احنا الاثنين، يلا بينا نوريكم يوم. يلا دلوقتي يا شباب احنا نازلين. اسو يا جدعان انا بحب اقعد في الاسانسير كده يا جدعان، عادي والله، مش عشان حاجه، انا بحب اقعد كده عادي يعني. يلا ننزل. وهم فوق يا جدعان، احنا ننزل ونستناهم تحت وينزلوا، هنوريكم يومنا بيبدا ازاي. دلوقتي يا شباب احنا في الطريق رايحين مكان التصوير، مستنيينكم. دلوقتي يا جدعان احنا بنصور اهو، لسه نازلين اهو. بصوا العالم ورا اهو يا جدعان، احنا لسه عاملين فيديو. استنوا الكليبات لو كده دوت هجيب الشراكة. احلى مسا عليكم يا اخواتي. بس عاد يا اخواتي في ايه؟ بينوا من الاول، بعد كده بيني لما اعمل كده. يلا يلا عشان عارف لايك، احنا مش هنصور يوتيوب تاني. ليه؟ لايك ليه؟ مش هنصور فيديو يوتيوب تاني. يا جدعان مش عايزين يشتغلوا يا جدعان، بقالهم سنتين بيصوروا في فيديو واحد، عمالين يعدوا فيه. ايوه السلام عليكم اخواتي. اخويا يوسف لولو يا عم. اخويا يوسف لولو احلى لولو في الدنيا. اخويا احنا في المانيا. قول لهم الفيديو ده يجيب 20,000 لايك. الفيديو ده هيجيب 20,000 لايك و80,000 كومنت. دلوقتي يا جدعان احنا بنصور الفيديو تمام، وشويه وانا هصور، وكل واحد ايه بيجي عليه الدور وبيصور تمام. هما دلوقتي صور فيديو اسو والهرم ويوسف ممدوح، هما بيصوروا دلوقتي بتاع يوسف ممدوح، ولسه كمان شويه هصور الفيديو بتاعي وبتاع كوكا، وشويه وهنرجع لكم تاني. دلوقتي يا جدعان بيتخانقوا عشان مين يا جدعان يوسف كوكا معاه فيديو وعايز يصور فيديو تاني. يعني ليه وفي غيرك ما صورش؟ ليه يا جدعان؟ ليه؟ قول لهم يا جماعه، قول لكم يا اخويا، قول لهم فيديو، كل واحد شايل له فيديو ايه؟ لازم حط تليفوني على التيك توك. وده بقى ده عافيه صح؟ ولو مش عارف ايه يبقى باخواتي صح ولا انا غلطان؟ بصوا الدوحه يا جدعان، احنا يا جدعان مش عارف ايه، لسه ما خلصناش تصوير وبتاع، بس هنتصور يعني قبل ما الشمس ما تروح تمام. دلوقتي الساعه
ثلاثة. نعمل ايه طيب؟ نعمل ايه؟ بس هصور لكم يا جدعان وانزل لكم حاجات جديدة ان شاء الله الايام الجاية، وكله يستناني، محدش ينساني. يلا هجيب لكم بقى كمان شوية بلوجات 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 بلوجات. دلوقتي يا جدعان انا صورت الفيديو، بس الصراحة كنت بصور بتليفوني فمعرفتش افرجكم يعني، تمام؟ بس كوكا هيبدأ اهو وانتوا معانا، وافرجكم الفيديو بيبدأ ازاي، فاهمين كل حاجة بتبدأ ازاي. هتجيبوا واحد كده، خش يا ميعاد واحد كده وتلف. اخواتي وحبايب قلبي، احنا لسه مخلصين، نخش في فيديو يوسف كوكا. يوسف كوكا كده معاه كام فيديو؟ اتنين بس. يلا يا كوكا. اخواتي وحبايب قلبي هنا، انتظروا الفيديوهات موت عشان هنودي. الان لسه بنصور فيديو كوكا. بصوا بصوا التعب بيصوره، بصوا بصوا بقى هينط دلوقتي وموضوع. انزل وانت بتتكلم. بقول لك يا كوكا، بس بصوا رياكشنات الوش، في حماس للفيديوهات يا جدعان. بصوا بنتعب قد ايه يا جدعان، ده ممكن رجله تتكسر في النطه دي. بصوا من مسافه كبيره على فكره، بس احنا والله بنتعب لكم عشان نقدم لكم حاجه جميله. جامد قوي دي. اه والله يا جدعان احنا بنتعب قوي لاجل اللي احنا ننزل لكم حاجات جميله تتفرجوا عليها. بس ده كله لاخواتنا طبعا، مش لحد غريب. لسه بنصور يا جدعان، والله الصعبة الأربعة. الله يا جدعان. يا جدعان عمالين يزعقوا ويتخانقوا وبتاع، مش فاهم حاجة الصراحة. ان شاء الله يا جدعان حاجات جديدة هتتقدم لكم. بس يا جدعان عايز اقول لكم حاجة، الفيديو ده يجيب 20,000 لايك، لازم لازم يجيب 20,000 لايك. والله يا جدعان بنتعب علشانكم، والله مش عارف اعمل لكم ايه الصراحة. بس يا جدعان الشوت ده يلا صور. كوكا بيتخانق يا جدعان، كوكا بيتخانق. والله كوكا شكله، بصوا عمال يتخانق يا جدعان، مش فاهم في ايه، عايز يتخانق. يا اخواتي هتصور لكم كام صوره دلوقتي واحطها في الفيديو، وقولوا لي ايه رايكم في الصوره اللي هاخدها، تمام؟ كده يا جدعان الفيديو يكون خلص، وما تنسوش فعلوا زر الجرس ولايك، وتسيبوا رايكم في كومنت يا جدعان، وتقولوا لنا هنعمل الفتره الجايه ونقول لهم ايه. الفيديو ده 20,000 لايك.